مرحبا. الواحد المسمن يكون مورق ويكون مزيان ساهل. نديرو الدقيق اكثر من السميد، مثلا اذا كان واحد الفنجان تاع الدقيق الابيض نديرو واحد الفنجان، ولكن ماشي عامر، غير شوية منه تاع السميد الرقيقة. والمقادير هما هادو، مع الماء اللي غادي نعجنو بيه، والمعلقه صغيره نتاع الحليب تاع الغبره، ومعلقه صغيره نتاع الملح، واحد معلقه صغيره نتاع الزبده ندوبوها. نخلطو كل شيء مزيان مزيان، نعجنو مزيان مزيان ونديروه في هذاك الغوبو العجانه باش نعجنوها مزيان. انا يا عجنت شويه منها في نفس العجينه، نعجنها في العجانه في هذا في الماشينه في الاله. ومن بعد هذيك نقسم العجينه اللي نعجنتها في العجانه، غادي نخرجها، وهذيك العجينه اللي عجنتها باليدين غادي نديرها في العجانه، وهكذا كنعجن مزيان مزيان حتى تبقى دير مثلا طك، يعني ملي نعجنوها. انا كنسمعوا ديك هذيك الصوت انها طك، يعني معجنه مزيان مزيان. ومن بعد ملي غادي نعجنوها غادي نديروها في واحد بلاستيك من بعد غذائي نتاع، من بعد نديروها في هذاك البلاستيك واحد في واحد بعد حتى باش ما يدخلش الماء. ومن بعد نديروها في الماء دافئ ونخليوها ترتاح، ونقدروا نغسلوا الماعن او لا نديروا الغداء ونخليوها ترتاح حتى مثلا كملنا الغداء ولا كملنا الماعن، ونبداو نعاود نعجنوها شويه ونديروها كويرات كي كتعرفوا في المسمن. نديروها كويرات سواء يا نديروها هكذا او نقسموها ونبقاو نديرو كويرات وكويرات، ولا بد نديرو لهم الزيت ونغطيهم بواحد البلاستيك باش ما ديرش واحد القشرة باش ما يبسوش. ومن بعد نبديو نورقوهم، كل ما نورقوه نطويو، كل ما نورقوه نطويو، وهذا خاصها تكون لينة هكذا، ما خاصهاش تكون قاسحة وما خاصهاش تكون جارية. ونديروا عليها الزيت، انا درت غير هكذا عليها الزيت، ولكن كنديرهم باليد ندهنوها بالزيت باش ما ديرش القشره. من بعد ملي غادي يكونوا عندنا الكويرات غادي نديرهم بواحد البلاستيك باش ما يبسوش، ومن بعد نورقوا التوراق ديالهم. تعرفوا كيف غادي نديرو، يعني نورقوا كل مره كنورقوا نديروا عليه السميد الرقيقه، نديرو الزبدة والزيت والسميدة الرقيقة حتى نورقوها مزيان. ومن بعد هذيك اللي كان درناها مربع هذيك نديروها في أخرى ونطويو عليها، هذه مثلا هكذا، هذه راهنا درناها مربع نورقو عليها، نديرو عليها مربع وهكذا حتى نكملو كل المسمنات، حتى كيكونوا يعني وحدة في وحدة هكذا. اما الاخرى كاين واحد الطريقه اخرى سهله، ولكن هذيك من الاحسن هذيك تدار الا كان عندنا المسمن نعمروه. مثلا عندي واحد الفيديو كنت عمرته عندكم هنايا بالبسطيله، الحشوه البسطيله او لا بالكفته او لا باللي بغيتو، هذيك واه سهله. اما هذه فهذه باش تكون مورقه مزيان، وحتى نطويوها ونكملو نعدلوها مزيان وصافي ونخليوها. اما هذه مزيانه للحشوه لانها سهله. الا بغينا نورقو المسمن باش نديرو فيه نعمروه كما قلت لكم مثلا الكفته ولا بحشوه مثلا البسطيله، راه عندي واحد الفيديو. اذا كنطويو، اذا الا عمرناها، اذا فنديرو هذا نورقو اليمنى ونورقو اليسرى، الجهة اليمنى والجهة اليسرى. ومن بعد نديرو عليها الزبدة والزيت والسميدة، من بعد السميدة، ومن بعد نبقاو نطلعوها. إلا شفنا بلي ماشي مقادين نقادوهم نورقوهم مزيان باش يكونوا بحال بحال، ونديرو هكذا نبقاو نطلعوها ونديرو لي دايما يا اليسرى أو اليمنى ونطلعوها هكذا، وحتى نديرو المربع نكملو مربع وهكذا. وكل مرة نديرو نورقوها بالزيت والزبدة كما كتعرفو وهكذا.
تعرفوا ملي كندير باليد لي بوحده وحده كتسجل راه كيكون شويه داير شويه صعب شويه، ولكن الواحد الا كان عنده مين كنديرو بجوج يدين الحمد لله كنديروها بهكذا بيدين، اذا كتكون سهله من احسن. انا غير باش نسهل الطريقه وهكذا ملي كنديرو المسمن كنطيبوه كيف كنطيبوه، وخاصنا نديروه هكذا جوج جهات من اللي نقلبوه على الجهات باش هكذا باش ما يجيش باش يتحمر من كل جهات باش ما يكونش واحد جهة محروقة واحد جهة محمرة وهكذا، وحتى يطيب وكيكون مورق بهذه الطريقة. اما الطريقة الاخرى فدير اي وحدة وصافي، ماشي جوج اللي تقطعوها هذيك غير وحدة، اما هذيك اللي وحده في وحده تكون مربع في مربع هذيك واه زوج. اوكي يخرج مرق. اذا اعطيتكم طريقه سهله وطريقه للطرق. شكرا.